تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي أناب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح حوار المنامة انطلقت أعمال المنتدى مساء أمس. وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لافتتاح هذا المؤتمر الأمني الدولي الهام نيابة عن حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي ينعقد في مملكة البحرين للمرة الثالثة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري حولنا والعالم من قضايا وأحداث هامة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة وتعيق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها. وقال سموه إن ما حققته مملكة البحرين من نجاح على الصعيد التنموي يعود لما يليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله من حرص على مواصلة تقدم المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها جلالته ويقودها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا سموه إلى استمرار مملكة البحرين بالاطلاع بمسؤولياتها في تقديم الدعم الاستراتيجي واللوجستي للتحالفات الإقليمية والدولية الهادفة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب والتطرف، ما يؤكد حرصها على الإسهام الفاعل في هذا المجال. ويأتي ضمن ذلك مشاركة مملكة البحرين في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وفي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وعبر سموه عن أمله أن تسهم جلسات هذا الحوار في إنشاء قاعدة أمنية متطورة تسهم في حل النزاعات والحروب ومحاربة الإرهاب والتطرف في كافة صوره، متمنيا للمشاركين كل التوفيق والنجاح، معبرا عن شكره لسعادة الدكتور جون جابمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومعاونيه لجهودهم في الإعداد لهذا اللقاء الأمني والسياسي وتهيئة سبل نجاحه. وقد ألقى السير جون جينكينز المدير التنفيذي لدبل آي دبل أس الشرق الأوسط خلال الافتتاح كلمة استعرض فيها التحديات التي تمر بها المنطقة، وأشار في كلمته إلى الحاجة لتوحيد الجهود لمواجهة الفكر المتطرف وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم وتهدد أمن المجتمعات.